ديشام مدرب فرنسا قال لا اعرف سبب الغاء هدف جريزمان، وحققنا اهدافنا من كاس العالم حتى الان. يعني بعد المباراه قال ان كان في هدف ملغي لفرنسا، فعلا فرنسا جابت جون في الدقيقه 98 وتم الغائه، وقال ربما كان جريزمان في موقف تسلل، قال انهينا المباراه امام تونس بشكل جيد، لكن كان عندي بعض الصعوبات في اختيار التشكيل، ان في لعيبه مجهده وفي لعيبه هو قلقان عليها وعايز يجهزها عشان الفتره اللي جايه. وقال كمان ديشام بيقول ان المنافسه مش سهله، وقال ان ده بيبين الفارق ما بين كاس العالم والبطولات الاخرى، ان المنتخبات كلها بتعمل اقصى جهد ليها في كاس العالم والمستوى بيبقى عالي جدا.